يتفنن العرب في رنين النجر بين القوة والهدوء وفق نغمات معروفة، حيث يعتبر نداء لشرب القهوة وتعبيرا عن الكرم أيضا. نعم جمال، العرب قديما حرصوا على أن يكون هذا الصوت عاليا كي يسمعه المارة والجيران ويأتوا لشرب القهوة. صوته يعد رنين الكرم قديما فلا تخلو البيوت منه، واعتبرته العرب طريقة للنداء والتعبير عن الكرم، فمن لا يعرف النجر؟ بالنسبة للقهوة ودقة القهوة، هذا إذا الإنسان ما عنده استطاعة أنه يزهم جيرانه هذا في دق القهوة بالشكل هذا بطريقة بشويش يعني، وما زي ما دق الدقة الثانية، هذه له شخصيا هو وله البيت فقط، ما يبغى أحد يجي. لكن إذا بدق بالطريقة هذه ويسوي كذا، هذا لا رغبة أكيدة أنه ينادي جيرانه ولا عابر سبيل يجون يتقهون معه. هذه جرت بها العادة بالشكل بالطريقة دي. نبغى هذه للجيل هذا الشباب يعرفون إيش كان الآباء والأجداد عليه. يعني من هذه عادات وتقاليد يجب أنها تبقى. كلما طال صوت رنينه فهي علامة على جودته، وكما عرف قديما يحرص الكرماء أن يكون صوته عاليا كي يسمعه الجار والمار والقريب والبعيد حتى يأتي من يريد منهم شرب القهوة.